تعهد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بمواصلة الولايات المتحدة منع نظام طهران من استخدام الموارد الطبيعية للشعب الإيراني لتمويل الإرهاب ودعم القمع، وأوضح في بيان أن قادة النظام الإيراني المتوحشين وبدلا من إعالة شعبهم يواصلون استخدام عائدات إيران لدعم الأنشطة المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط ودعم الإرهاب في جميع أنحاء العالم.